بحلول 2023 هيوصل تعداد سكان السعودية مواطنين ومغتربين ل 35 مليون إنسان بإذن الله، عشان تكون في المرتبة السادسة كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. بس ال 35 مليون إنسان دولت عايشين في أغرب نمط ممكن تشوفه في حياتك. حوالي 80% من السكان زنقين نفسهم ما بين الخطين الضيقين دولت، خط منهم على طول الساحل الغربي والتاني معدي بالظبط من نص البلد وبيوصل ما بين البحر الأحمر والخليج العربي. أما بقى بقية المناطق اللي بره الخط دولت عبارة عن صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وتكاد تكون خالية من السكان مع استثناءات بسيطة زي المدينة المنورة مثلا اللي برضو قريبة من الخط اللي على الشمال ده. يعني طب ليه وازاي ده حصل؟ يعني مفيش انهار اصلا بتعدي في الاماكن دي، ليه بقى؟ بص يا صاحبي، في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها في البداية، الا وهي ان السعودية من حيث المساحة كبيرة جدا، يعني لو شلناها كده وحطيناها جوه اوروبا هتلاقيها جايبة من اول فرنسا لحد اوكرانيا. ومساحة السعودية الكبيرة ديت اغلبها صحاري بدون اي بنية تحتية او تواجد للسكان، زي مثلا صحراء النفوذ في شمال السعودية او الربع الخالي في الجنوب السعودي، واللي لازم نقف عنده شوية بصراحة لان المنطقة دي من اغرب المناطق الموجودة على كوكب الارض. ومن اسمها كده الربع الخالي، هي عبارة عن بقعة غامضة وكبيرة موجودة على الخريطة، ويعتبر المكان ذو الظروف المناخية الاصعب على كوكب الارض، وعبارة عن هضاب وجبال عالية من الرملة. وصحراء الربع الخالي دي مش موجودة بس في السعودية، لا بتمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن زي ما انتوا شايفين كده على الخريطة. ومساحتها كبيرة جدا، حوالي 650 ألف كيلو متر مربع، يعني أكبر من مساحة فرنسا. وخلال فصل الصيف درجة حرارة الرملة بتوصل ل 60 درجة مئوية. أكيد انت فاكر لما كنت بتتنطط على الرملة وانت صغير عشان سخنة ورجلك بتلسعك. طب ده في مصر، تخيل بقى درجة حرارة رملة الربع الخالي دي في فصل الصيف هتبقى عاملة ازاي؟ دي مش هتلسعك، دي هتسلخك. اما بقى فصل الشتاء فبيحصل العكس تماما، الرملة من 60 درجة مئوية دي بتوصل درجة حرارتها لسالب 7، ايوة 7 تحت الصفر وفي السعودية. لكن من كتر ما هي جافة ومفيش مية او رطوبة مفيش جليد بيتكون، يعني تخيل كده متجمدة على الناشف، يعني لما متش من الحر في الصيف هتموت من البرد في الشتاء. احمينا يا رب. صحراء الربع الخالي دي ما كانش فيه اي تدخل بشري فيها لحد سنة 2018، لما تم انشاء طريق بري طويل بيوصل ما بين السعودية وسلطنة عمان لأول مرة في التاريخ. لأن قبل كده لما تكون عايز تروح من السعودية لعمان تاخد عربيتك الفور باي فور وتطلع على الإمارات، ومن الإمارات تروح على سلطنة عمان. وبعيدا عن أن أغلب السعودية صحراء فهي ما فيهاش ولا نهر جاري زي ما قلنا، هي ودول الخليج اللي حواليها كلها، وتعتبر أكبر دولة في العالم بدون أنهار. وأقرب نهرين ليها هو نهر الأردن في الأردن، أكيد يعني نهر الأردن هيكون في الأردن، ونهر الفرات في العراق. وفي نفس الوقت الأمطار نادرة جدا، وده بيؤدي لمشكلة نقص في المياه الصالحة للشرب. وبالمناسبة السعودية بتحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج المياه المحلاة، والمياه المحلاة دي مش اللي محطوط لها سكر، لا يعني مية البحر اللي بيجيبوها يسخنوها يطلعوا بخار يحولوها لمياه عذبة، يعني عملية معقدة كده وبتكلف فلوس كتير لأنهم عايشين في صحراء تقريبا. وده بياخدنا للسبب الأول لتكدس السكان على الشريط الغربي للمملكة العربية السعودية، لأن المناطق اللي على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر ارتفاع الجبال فيها بيجذب الرطوبة وبالتالي هبوط الأمطار وبالتالي بيؤدي لانخفاض الحرارة، يعني المناطق دي حرارتها منخفضة نسبيا بالنسبة لباقي المملكة وكمان فيها مياه أمطار. وللسبب ده الجزء الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية هو أكتر مكان مكدس بالسكان هناك. وبرضه للسبب ده السعودية هي أكبر متضرر للحرب اللي بتحصل في اليمن، والموضوع مأثر عليهم قوي لأن أكتر مكان متكدس بالسكان في السعودية قريب لأكتر مكان متكدس بالسكان في اليمن، فالحرب طبيعي هتأثر عليهم بشكل كبير. غير مثلا سلطنة عمان اللي على الحدود مع اليمن تقريبا مفيش سكان وحدودهم تعتبر صحراء، فالموضوع مش بيأثر عليهم بنفس الشكل اللي بيأثر على السعودية. أما بقى السبب التاني لتكدس السكان هناك هو سبب اقتصادي بحت، يعني مثلا مدينة زي مكة وجدة متمركزين في النص بالظبط، المسافة بينهم وبين البحر المتوسط نفس المسافة بينهم وبين خليج عدن، ونفس المسافة بينهم وبين الخليج العربي واللي هي 1200 كيلومتر. فزمان قبل تطوير قناة السويس التجارة اللي كانت بتيجي من مصر ومن أفريقيا كانت بتتجمع هنا وتطلع من ميناء القصير في شرق مصر، ومن هناك الرحلة بتبتدي وتتجه للهند عن طريق خليج عدن. وفي طريقها للهند بقى فالرحلة دي كانت بتعدي على المدينة ومكة وجدة، فالتلات مدن دول كانوا عبارة عن مراكز اقتصادية وتجارية مهمة جدا. ده كده بالنسبة للخط الأول اللي منطقي جدا الناس تروح تعيش فيه، يعني مية واقتصاد وتجارة وجو أفضل نسبيا تمام.
لكن ايه اللي يخلي الناس تعيش في الخط التاني ده؟ الخط اللي بيمر من نص الصحراء ودرجات الحراره هناك مرتفعه جدا والمياه الصالحه للشرب برضه قليله. خليني اقول لك ان المنطقه دي كانت مهمله تماما لحد منتصف القرن العشرين، لكنها بعد كده تحولت وبقت من اهم المناطق الاقتصاديه بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، ده حتى العاصمه الرياض موجوده في المنطقه دي. ليه بقى المنطقه دي بقت مهمه وبقى فيها واحده من اهم مدن المملكه والعاصمه؟ الرياض تاريخيا هي المدينه اللي نشا فيها ال سعود اللي اسسوا المملكه العربيه السعوديه، ولكن الرياض ما بقتش العاصمه بس لان ال سعود كانوا اصلهم ونشاتهم من هناك، لا في اسباب تانية. يعني الرياض مثلا وقتها كانت مدينه صغيره تعداد السكان فيها حوالي 27000 انسان، في الوقت اللي مكه كان بيعيش فيه اكبر تعداد سكاني في المملكه هو 80000 انسان تقريبا، ولكن لا المدينه ولا مكه كان ينفع يبقوا هم العاصمه. ليه؟ ببساطه عشان المدينتين دولت ما ينفعش يدخلهم غير المسلمين، وده كان هيسبب مشاكل للدبلوماسيين والرؤساء اللي من دول غير مسلمه. يعني تخيل رئيس جاي لك ولا سفير جاي لك تقول له معلش لا انت ما ينفعش تدخل العاصمه عشان انت مش مسلم، حوار. ولو سالت نفسك ليه المش مسلمين ما ينفعش يدخلوا مكه والمدينه، فمعروفه يعني الاوروبيين مش بيستعملوا الشطافه فمش طالبه نجاسه. لا 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 بهزر، اكيد مش السبب ده يعني، بس هو فعلا غير المسلمين ما ينفعش يدخلوا مكه والمدينه. المهم لحسن حظهم بعد اتخاذهم القرار بانهم يخلوا الرياض العاصمه يجوا في سنه 1938 ويكتشفوا اكبر حقل نفط في العالم في شرق الرياض جنب الخليج العربي، وعلى سنه 1973 يتضاعف سعر النفط 4 مرات وتزدهر الرياض ويتم انشاء مناطق حضاريه ومدن جديده في منطقه الرياض، وده ادى لارتفاع عدد السكان هناك وجاب معاه فرص عمل كتير هناك، وتحولت المناطق دي من مجرد اماكن صحراويه ومناطق بدويه محدوده السكان لاماكن حضاريه مليانه ابراج وناطحات سحاب وبتعداد سكان يوصل ل 2 مليون نسمه. دخل للدوله فلوس كتير جدا بسبب البترول، لكن الدوله استخدمت الفلوس دي صح عشان السعوديه تكون واحده من اكبر الدول رفاهيه في العالم، وده من خلال حاجات كتير زي مثلا انهم ما كانوش بيفرضوا ضريبه على الشعب. اه والله صفر ضريبه، ومش بس كده، ده غير التامين الصحي والطاقه والميه والاكل، كل ده كان مدعوم بشكل كبير جدا من الدوله. يعني لحد وقت قليل سعر البنزين هناك كان ارخص من سعر ازازه الميه، وده بالطبع خلى سعوديين كتير بقوا شايفين انهم مش محتاجين يشتغلوا، يعني ما شاء الله كل حاجه متوفره لهم، فكانوا بيجيبوا عمال ومهندسين وايدي عامله من دول تانية في المنطقه زي سوريا ومصر وفلسطين ولبنان او من دول شرق اسيا زي الهنود والباكستانيين والفلبينيين وغيره. سبحان الله حال البلد كله اتشقلب بسبب النفط والهديه اللي ربنا بعتها لهم، بس غير الهديه اللي ربنا وهبها لهم ديت فهم مش اغبياء واستغلوها افضل استغلال غير دول تانية مثلا زي فنزويلا، الدوله الفقيره جدا بالرغم ان عندها اكبر احتياطي نفط في العالم وما تجيش اي حاجه جنب السعوديه، وبرضه السعوديه ذكيه وعارفه ان النفط ده مش هيدوم للابد، وعشان كده هم مخططين للمستقبل كويس وبيحاولوا انهم ينوعوا مصادر الدخل بتاعتهم وما يعتمدوش بس على النفط، وده عن طريق حاجات مختلفه زي الاستثمار في توليد طاقه الرياح والتعدين والصناعه وتنشيط السياحه زي موسم الرياض مثلا، وزي ان الدوري الاسباني الراعي الرسمي بتاعه فيزيت السعوديه، يعني يزور السعوديه، ده الراعي الرسمي بتاع الدوري الاسباني. واخر الاستثمارات اللي الناس كلها بتتكلم عنها هو اللي الصندوق الاستثماري السعودي عمله في كره القدم، انهم جابوا واحد زي كريستيانو رونالدو وبسببه اللعيبه بقت تتكرر واحد ورا الثاني، وبقى في لعيبه كبار زي ساديو ماني وكريم بنزيما ورياض محرز وفيرمينيو واخرهم نيمار وغيرهم كتير طبعا. وانا شخصيا اتوقع ان الدوري السعودي هيكون من اكبر الدوليات في العالم قريب، زي ما الدون كريستيانو رونالدو قال كده بالظبط. يعني بالفعل قنوات اوروبيه كتير اشترت بالفعل حقوق بث الدوري السعودي، وبقى عادي ان انا امشي هنا كده في اوروبا في الشارع والاقي واحد لابس تيشيرت النصر رونالدو ولا بنزيما الاتحاد، شيء طبيعي يعني. ودلوقتي بيناقشوا امكانيه ان بطل الدوري السعودي يشارك في دوري ابطال اوروبا، واه عادي السعودي ودوري ابطال اوروبا، يعني ما فرق الدوري الاسرائيلي بتشارك في دوري ابطال اوروبا برضه مفيش مشكله، واكيد الدوري السعودي احسن مليون مره. وانا عن نفسي عجبني طريقه تفكيرهم انهم لما مسكوا فلوس عرفوا يتصرفوا فيها صح، قدموا دعم كبير لشعبهم واستثمروا في مشاريع قدرت تحول بلدهم من دولة بدوية عايشة على رعي الغنم والجمال لواحدة من أغنى دول العالم، وما شفناش عندهم كباري بتتبني بلا هدف مثلا. وبس كده يا سيدي، هو ده اللي خلى السعودية تتشكل على الخطين بالشكل الغريب ده. لأول مرة تشوفني استشهد خد تشوف الفيديوهات القديمة، فعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة برضو إن شاء الله، وأشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.